السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا عن مترو تاع الجزائر العاصمة، ونعطيكم كامل المسار تاع المترو وكاع لي زيكستونسيون، واش كاين التوسيعات تاع المترو باستعمال خارطة جوجل، ونروح نشوفوهم محطة بمحطة ونشوفوا التوسيعات الثلاثة هذو في الاتجاهات، في ثلاث اتجاهات هما، يعني كان توسيعة باتجاه ساحة الشهداء، ثم يعني مستقبلا إلى بوزريعة، الاتجاه الثاني باتجاه مطار هواري بومدين، والاتجاه الثالث هو التوسيعة باتجاه بلدية براقي. إذا نروح نشوفوا المحطات هادو. نبدأ بالاتجاه الأول اللي يروح باتجاه التوسيعة باتجاه ساحة الشهداء، ونشوفوا الأشغال من الفوق نتاع المحطات هادو. وكاين معلومة مهمة، هي أنه بين كل محطة ومحطة عندنا ما يسمى بفوهة نتاع التهوية، إن بوش دايراسيون، كل محطة ومحطة كاينه إن بوش دايراسيون، الفوهة تاع التهوية. كاين كتير من الناس، كتير من الناس يشوفوا كي يشوفوا الأشغال نتاع البوش دايراسيون، التهوية نتاع الفوهة نتاع التهوية، يقول لك هذه أشغال نتاع محطة نتاع مترو، وهي في الحقيقة ماهيش محطة تاع مترو، هي محطة ورشة نتاع فواهة نتاع لايراسيون. إذا نروحو نشوفو، أنا وراني راني في بجاية هنايا يا جماعة، رحت لبجاية بعت بزاف. إذا نعاود نروح لهنا لمدينة الجزائر العاصمة، ونروح نشوفو لا لين هادي نتاع المترو وين راهي واصله. نشوفوا الخط نروح نشوفوا الاتجاه الاول، ومن بعد نعطيكم بعض الصور نتاع المحطات هذه، نتاع الاشغال نتاع المحطات هذه اللي راهي قيد الاشغال. وهنا نشوف الخط نتاع المترو هنايا، ام مرموز عليه بأم، هذا هو الخط نتاع المترو مرموز بأم هنا. إذن هنا رانا خط باب الواد هنايا، بلاس دي مارتير، بلاس دي مارتير هنايا. إذن أنا في ساحة الشهداء، نروح نافونسي بالاتجاه نتاع باب الواد. هنا المترو باتجاه باب الواد، و يعني فيه محطتين الحقيقة، فيه محطة واحدة هي في جاية في الكتاني، منطقة الكتاني هنايا، لكن ما تبانش لخاطرش الحاله راهي مسحبه هنا، الصوره اتخذت في وقت كان الحال مسحب. نشوف السحب هنايا ما نشوف والو. اذا المهم هي فيها محطه واحده اللي راهي قيد الاشغال على مستوى محطة، مازال ما بداتش الأشغال فيها، كاين لابوش دايراسيون اللي كاين فيها أشغال، وكاين
لا غالري يعني لو تيوب لا غالري الخط نتاع. والآن نزيد نروح نشوف التوسعة باتجاه براقي، توسيعة باتجاه براقي، الأشغال نتاع التوسيعة باتجاه بلدية براقي. إذن التوسيعة تبدأ منا، تنطلق منا هنا، رانا هنا في بالجراح. إذن نطلق من هنا، نشوف هنا، نشوف هنا محطة إشغال، محطة تاع بن جراح ثانية، ثانية محمد بالعربي. ثم نشوف الخط هذا يجوز فوق السكة الحديدية، فوق الطريق أولا، يمر هنا فوق الطريق، ثم كاين السكك الحديدية سان فيادوك هذا، وهنا المترو يخرج منها من المحطة الثانية نتاع عين النعجة، يمر يولي مترو هوائي، يولي فوق فوق الأرض. وهنا عندنا فيادوك، نشوف هنا الأساسات نتاع الفيادوك، نقاط التركيز بوان دابوي تاع الفيادوك. نشوف هنا الماكينة نتاع اللي تخدم بورتيك، اللي يخدم اللي يحط لي طرافي هنا نتاع الخط. إذن وهنا في هذا المكان وين كاين هذه النقاط، هادو هنا كاين واحدة، نقطة، زوج، ثلاثة، أربعة، هنا كاينة محطة أخرى، محطة نتاع محطة نتاع عين النعجة، كار، ستاسيون عين النعجة. عندنا هنا لا كار تاع عين النعجة، هنايا المحطة تاع عين النعجة، وهنا عندنا المحطة تاع التراموي تاع المترو، محطة تاع المترو تاع عين النعجة. وهنا نشوف مثلا، نشوف الطول تاع المحطة هذه من هنا إلى هنا حوالي 90 متر، 90 متر هي طول المحطة نتاع القطار، استاسيون ملتي مودال، محطة تاع المترو وفيها محطة القطار نتاع عين النعجة الثالثة، يعني المحطة الثالثة بعد المحطة الأولى هذه، الثانية هذه، والمحطة الأولى اللي راهي تشتغل هنايا، راهي تشتغل هنايا، هذه هي، هذه المحطة الأولى اللي راهي تاع النعجة راهي تشتغل يعني، وكاين المحطة الثانية وكاين المحطة الثالثة اللي جاية على مستوى مرتبطة بمحطة القطار، القطار على مستوى عين النعجة. ثم الخط يمشي هنايا على الهواء حتى يدخل هنا، كيمر على طريق السيار، هنا يمر على طريق السيار تاع البليده اتجاه البليده، هنا الخط هذا يمر يولي تحت الأرض، يولي تحت الأرض. إذن هنا يولي تحت الأرض. والأشغال المحطة نتاع الأشغال المحطة هنايا نشوفوها، هنا نشوفوها هنايا، وين وين هذه هي، يعني هذا هو، هذا هو المحطة نتاع المترو هاليك نتاع براقي، ستاسيون مترو براقي. إذن هذه هي، وفيه فيه محطة أخيرة هنا في الوسط، في وسط مدينة براقي.
دوك نروحو ليكستنسيون التوسعة الثالثة. التوسعة الثالثة تنطلق من الحراش، وسط تنطلق من وسط مدينة الحراش باتجاه هنا رانا في محطة الوسط. هذه هي محطة تاع الوسط تاع مدينة الحراش، هنا باتجاه مطار هواري بومدين. إذن هذه تمر هنا، هنا عندنا الطريق سكون اللي يسموه لاري اراغو، هي الطريق اللي تطلع نحو بلفور او منطقة حسن بادي. وهنا الخط هذا هو راه هو الخط، يعني الخط راه فيه 8 محطات، فيه 8 محطات وكلهم راهم قيد الإنشاء. هنا نشوفوا المحطة الأولى نتاع حسن بادي بالقرب من مستشفى تاع بلفور، اوبيتال دو بيدياتري تاع بلفور، هنا مستشفى بلفور. وهنا نشوفوا المحطة، هذه هي المحطة تاع بلفور الأولى. وكاين هنا ما بين المحطة هذه، كاين هنا هذه هنا اشغال تاع فواهة نتاع التهوية، بوش دايراسيون. هنا لا بوش دايراسيون تظهر بكل وضوح. وهنا عندنا لاري احمد عون ولا لاري اراغو، كان عندنا لاري اراغو. اذا هذا هو. بعدين عندنا بعد المحطة هذه تجي محطة تاع مدرسة تاع الهندسة المعمارية، ليكول دارشيتكتور هنا. إذا هذه هي ليكول بوليتكنيك دارشيتكتور ليبو اي دوربانيزم، هذه هي. وهنا عندنا المحطة الثانية نتاع توسيعة نحو مطار هواري بومتين. ثم تأتي التوسيعة نحو مكان جميل بوليو، هذه هي هنا توسيعة، هنا هذه هي، هذه هي هنايا توسيعة نحو مكان جميل بوليو. بوليو هذا هو. ثم تروح المطار هنا. بعد هذه عندنا 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 التوسعة باتجاه، عندنا هنا محطة أخرى هنا تاع واد السمار، محطة واد السمار، مترو واد السمار. وهنا عندنا أشغال نتاع لايراسيون، لابوش دايراسيون، هنايا الورشة نتاع أشغال نتاع لابوش دايراسيون اللي تفصل ما بين محطة بوليو يعني محطة مكان جميل ومحطة واد السمار هنا، هذه هنا. ثم تأتي محطة ما هذه محطة الجامعة، محطة جامعة باب الزوار، هنا محطة جامعة باب الزوار. هذه هي محطة ربيع الطاهر. ثم المحطة القادمة وهي محطة إسماعيل يفصح، هذه هنايا إسماعيل يفصح. ثم تأتي محطة مركز الأعمال تاع باب الزوار، هذه هي محطة مركز الأعمال تاع باب الزوار.
ثم نصل إلى محطة الدار البيضاء، محطة المطار حواري بومدين بالدار البيضاء. إذن هذه هي المحطة الأخيرة نتاع الخط، التوسيع نتاع الخط نحو المطار. وهنا الأشغال راهي يعني أفونسي، في متقدمة، حيث أنه تمت التغطية، تاع المحطة، فقط غير المدخل تاع المحطة، أما الباقي المحطة كله تمت تغطيته. إذن هذه المحطة الأخيرة بمطار هواري بومدين. وأنا عندي ملاحظة مهمة جدا أعيبها على المسؤولين اللي نساو ولا تناساو ما داروش محطة داخل المنطقة الصناعية نتاع واد السمار. هذه هنا منطقة صناعية نتاع واد السمار، المفروض تكون فيها محطة صغيرة نتاع المترو، حيث أنه المترو يمر من واد السمار، ونعرف باللي هذه منطقة صناعية فيها بزاف عمال يخدموا فيها. كان المفروض يديروا محطة هنا في المنطقة الصناعية، لأنه اللي ينزل في المحطة هذه نتاع مركز الأعمال ما يقدرش يروح لهنا. ما كاش كيفاش يروح؟ أولا لأنه كان خط سكك حديدية ما يفصلهم، ما يقدرش يقطع خط سكك حديدية وعريض في عدة أطر، وثانيا أن المسافة بعيدة، مسافة بعيدة، يعني أطول مسافة ما بين محطتين في خط مترو الجزائر بكل التوسيعات ديالو على كل المسار تاعه، أطول مسافة ما بين محطتين هو جاي بين محطة مركز الأعمال ومحطة الدار البيضاء، محطة المطار. كان من المفروض المسافة هذه يقسموها على زوج ويديروا محطة في الوسط بور دي سيرفير، يعني باش توصل المنطقة الصناعية، هذه اللي هي راهي منطقة كبيرة، يعني ماهيش صغيرة، هذه كلها منطقة كبيرة. كان مفروض يعني يكون فيها هنا من محطة علي زافر، هنا هذه هي نروحوا المنطقة الصناعية هنا، ثم منا نروحوا لمنطقة المطار. كان من المفروض تكون فيها محطة هنايا، هنا تكون فيها محطة، هذه هي المحطة المغيبة في مشروع مترو العاصمة. كان من المفروض تكون فيها محطة بالمنطقة الصناعية تاع واد السمار، لأن المسافة لو نقيس المسافة ما بين هنا وهنا يعني المسافة ما بين مركز الأعمال ومحطة واد السمار عندنا تقريبا 900 متر، وهنا كذلك من المنطقة هذه إلى المطار كيف حوالي 900 متر، 1100 متر، يعني هي المسافة
المسافة المقبولة ما بين زوج محطات، لأن حتى في الريزو نتاع لي ستاسيون في باقي الأماكن، المسافة لا تتعدى 800 متر ما بين محطة مترو ومحطة مترو، لا تتعدى 800 متر. وهنا عندنا تقريبا 2 كيلومترات ما بين محطة مركز الأعمال ومحطة هواري بومدين. إذا 2 كيلومتر المفروض نقسموهم ونديروا محطة في الوسط، وخاصة أن في الوسط كاين منطقة صناعية، منطقة صناعية. ما فهمتش علاش ما لقاوش هنا مكان اللي وضع محطة اللي تمد نحو المنطقة الصناعية. هذه راهي منطقة صناعية كبيرة 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 بزاف. ونفس الملاحظة بما يخص القطار، القطار اللي يؤدي إلى نحو مطار هواري بومدين. القطار هذاك من واد سمار إلى مطار هواري بومدين ما كان ولا محطة. المفروض كذلك تكون فيها محطة تاع قطار في المنطقة الصناعية، داخل المنطقة الصناعية هنايا هاي موجودة هنا. هذه المساحة، هذه هنا، هذه المساحة، هذا التيران هنايا، يعني هذه لاسيات هنا، هذه فيها تقريبا 150 إلى 200 متر ممكن ندير محطة هنايا بور، يعني باش نسربي بور دي سيرفير للمنطقة الصناعية اللي راهي كبيرة هنايا تاع واد سمار. إذا هذه هي الحلقة اللي تخص في مترو الجزائر وفي قطار مشروع قطار الجزائر نحو مطار هواري بومدين. نكتفي بهذا القدر، ونخليكم مع الصور نتاع المحطات هذه اللي مرينا عليها، بعض الصور نتاع المحطات اللي وريناها الان باش نشوفوا، باش ناخذوا فكرة على نسبة الاشغال اللي راهي فيها، وكذلك ناخذ فكرة على يعني نسبة الاشغال المتبقية، و يعني هل ننتظر المترو هذا في 2 أو 3 سنوات أو 5 سنوات؟ يعني كي نشوف الأشغال ناخذ فكرة عن المدة نتاع الانتهاء من هذا الأشغال. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.